شوفي، هناك احتمال كبير انه يكون انه صرنا بمرحله، بما انه السيد حسن نصر الله باخر كلام له قال صرنا بمرحله اخرى، والاسرائيليين تخطوا حدود او تخطوا الخطوط الحمر اكثر ما بيعتقدوا انه تخطوها، وبالتالي الرد قد جاءتي مناسب لما قد حصل. قد يكون انه المنصات هي تكون بهيدي المرحله المقبله هي المستهدفه، المنصات ومنطقه حيفا بما تملكه كمان، في عندها منشات لتكرير النفط، وبما عندها كمان من تخزين المخزون البترولي يعني اللي ما عم بيعتمدوا عليه بحال انه صار في اي ضربه يعني منصات النفط والغاز، اللي قد يعني اذا صار في ضربه عليهم تنقطع الكهرباء. الاسرائيليين عاملين بلان بي، بهالبلان بي انه بيستعملوا بيحولوا كل محطات الكهرباء اللي عندهم اياها لا استعمال الفحم او الديزل، اللي في مخزون اللي عم بيخزنوا كانوا من اول الحرب هالمخزونات، ولكن هالمخزونات في كثير منها موجوده بحيفا، ونحن صرنا نعرف انه اكثر من مسيره استطلاع راحت وصورت بحيفا، يعني في امكانيه انه يصير في ضربه عليهم وقت البلان بي حتى تبع الاسرائيليين انه يفشل، وبالتالي قد يكون انقطاع الكهرباء لاكثر من 48 ساعه مثل ما عم بيقولوا. وبالتالي اليوم الخطر هو مش فقط على منصه كاريش، ولكن كمان على الاكبر اللي هو ليفايتن، لانه حقل ليفايتن هو الحقل الموجود جوا بالبحر، ولكن كل البنى التحتيه كمان من المنصات والبنى التحتيه الاخرى موجوده بكمان مناطق كثير قريبه من الحدود اللبنانيه، وبالتالي في امكانيه انه يصير في ضربه على منصه الاف بي اس او اللي بنعرفها المنصه العائمه اللي كلنا بنشهد شفناها كيف قطعت من سنه تقريبا، وقطعت المي واجت، ورغم كل معركتنا انه رسيت وبلشت بانتاج الغاز. هيدي المنصه في خطر، ولكن كمان منصات ليفايتن اللي هو الحقل الاكبر باسرائيل، اكبر بمرتين من كاريش، هو كمان بالخطر. ولكن هيدا الاعتبار يعني إذا ضربوا ليفايتن معناتها إنه هيدي معركة مباشرة مع الأمريكيين، لأنه ليفايتن 40% من الحقل هو تابع لشركة شيفرون الأمريكية، بعكس أنرجيين يعني شركة يعني كاريش هي مملوكة من شركة يونانية بريطانية أنرجيين، يعني هي الشركة يعني واللي هي عندها بريطانيا جزء منها إسرائيلي، لي جزء كمان عندها أكيد طبعا عندها شركاء إسرائيليين، ولكن أنرجيين هي يعني الأساس هي شركة يونانية، ولكن ليفايتن هي مقسمة بين شركات إسرائيلية، وخاصة الأوبريتر المشغل هو شيفرون الأمريكي، يعني شيفرون شركة ضخمة أمريكية للنفط والغاز. إذا صار في يعني أي استهداف لليفايتن كأنه عم بيقولوا الإيرانيين، وبالتالي يعني حزب الله أنه فتحت المعركة ليس فقط مع إسرائيل ولكن حتى مع الأمريكيين. الأضرار اللي ستنجم فقط موضوع انقطاع الكهرباء، يعني اليوم لأنه الطاقة الكهربائية تولد بالغاز في إسرائيل، فقط هي الكهرباء المحتمل أن يكون الضرر فيها إذا ضربت هذه المنصات، أو لا هناك أمور أخرى قد تتعرض لأضرار غير انه المنصه بشكلها والشركات اللي عم تشتغل والعمال الموجودين على متنها وغيره؟ طبعا انه ما بدنا نحكي عن انه الارواح اللي انه قد يعني انه هي تابعه لشركات اجنبيه اساسا، هيدي اذا بدنا نحطها ابار، بس لكن الاساس اللي بده يصير هو انه بمجرد ما الخطه اللي حطتها مثل ما قلنا الاسرائيليين خطه حطينا انه اوتوماتيكيا حين يشعرون انه في اي ضربه قد تاتي على المنصات بدهم يسكروا الثلاث منصات اللي عندهم اياها الاساسيه اللي هي كاريش وليفايتن مثل ما حكينا وتمار ايضا. تمار تتذكري يعني مع بدايه الحرب هي تسكرت اول شيء لمده شهر لانه كانت هي اقرب لغزه وبالتالي الاستهداف كان جاي من غزه. مع بدايه الحرب دغري سكروا لمده شهر تمار، رجعوا بعدين وقتها فاتوا بالعمليات واعتبروا انه حماس ما بقى قادره توصل بصواريخها على منصة تمار، رجعوا فتحوها. هي الأساس في عندك أضرار طبعا على المنصات يعني، وهيدي أضرار أنه قد تكون جسيمة وقد تاخد وقت لترجعي أنه تبنيها، وبالتالي هيدا عندها أضرار اقتصادية على الشركات وطبعا على الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه في كمان ضرائب يدخلها لإسرائيل من خلال الشركات اللي بتعمل هونيك بملايين الدولارات، فعندك هيدا الضرر. بيرجع عندك كمان ضرر أنه انقطاع الكهرباء مثل ما قلنا على بسبب أنه بدون يسكروا ثلاث محطات، وانتقال إلى الفحم
الفحم او الغاز او الديزل، هيدا النقل كمان عم بيحكوا انه تقريبا بدها تكلفهم بالـ4-6 مليار، يعني كمان في اضرار جسيمه بده يتكلفوا اضرار اقتصاديه.